أخطر قناص عرفه التاريخ يردي ضحاياه في أجزاء من الثانية. قتل أكثر من 600 جندي أمريكي، حتى أن هوليود أنتجت أفلاما عديدة باسمه وصنفته أمريكا كأخطر عدو لها في العراق. جوبا بطل عربي عراقي مسلم، قناص بغداد الذي أذاق جيش الاحتلال الويلات، وصائد جنود كتيبة المارينز الأمريكية، وضع الأمريكان $1,000,000 لمن يأتي برأس جوبا. لم يترك خلفه غير فوارغ الرصاص وجثث جنود الأمريكان. جوبا قناص بغداد كان ضابطا في القوات الخاصة في الجيش العراقي السابق، انضم للمقاومة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق عام 2003، وقتل أكثر من 646 جنديا أمريكيا، وأصاب 189 آخرين بين عامي 2004 و2009. ولقبه الأمريكيون بجوبا، وهي كلمة أفريقية تعني رقصة الموت. أرسلت إليه كتيبة مارينز أمريكية، ولم يعد منهم أحد، ولم يجدوا سوى ورقة في جيب قائد الكتيبة مكتوب عليها جوبا مر من هنا. صنفته صحيفة ديرش بيجل الألمانية كأخطر قناص في العالم، حيث تعتمد مهارته على الاقتراب لمسافات قريبة من الهدف مع التخفي الجيد، وإصابة أكثر من جندي واحد بإصابات قاتلة في الرأس والرقبة، وبفاصل زمني لا يتعدى 3 ثوان و20 جزءا من الثانية بين هدف وآخر. صنفته وزارة الدفاع الأمريكية كعدو خطير، وأعلنت عن جائزة مالية قدرها $1,000,000 لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه أو قتله. وصفه أحد الضباط الأمريكيين بأنه لا يترك خلفه أي أثر سوى رصاصة واحدة فارغة وورقة مكتوب عليها قناص بغداد كان هنا، كما نصح جنوده بالرقص في حال تعرضوا للقنص على يد جوبا. وعندما أعلن الأمريكيون البدء $40,000 كجائزة لمن يكشف عن جوبا، أعلن جوبا عن $100,000 كجائزة لمن يظهر رأسه فوق المدرعات أو الدبابات من جنود الاحتلال، فقد بث الرعب فيهم وجعلهم يختبئون كالفئران. وظل اسم وصورة قناص بغداد مجهولا حتى بعد مقتله في أحد المعتقلات الأمريكية تحت التعذيب، دون أن يعرفوا حتى أنه قناص بغداد قبل الإعلان عنه. بعد ذلك أصبحت أسطورة جوبا كابوسا مرعبا يلاحق الأمريكان، فكيف يتم محو هذه الأسطورة؟ لا تسألني كيف، بل ضع سؤالك لمخرجي سينما هوليود، فهي المطبخ الخبيث الذي يضع لنا السم في العسل. تم إنتاج أفلام عديدة لتغيير فكر الكثيرين عن قناص بغداد بغرض إنهاء أسطورته وتحويله من بطل أسطوري عربي مسلم إلى إرهابي وقاتل للنساء والأطفال، كما تم تصويره لنا في فيلم American Sniper. وتبدأ قصة الفيلم حول قناص عربي يعمل على قنص الجنود الأمريكان الذين بدورهم يساعدون العراقيين للنجاة من بطش صدام وبطش المقاومة العراقية. فاستدعت القوات الأمريكية قناصا أمريكيا معروفا بعد أن ضاقت بهم السبل إلى قتله، وهو القناص كريس كايل، وهو من أشد القناصين دقة في التصويب. وعندها يقضي على القناص الإرهابي العربي جوبا ويدخل الرصاصة من زجاجة الناظور الخاص ببندقية جوبا ليرديه قتيلا في أجزاء من الثانية، وينهي حياته بطلقة واحدة. كم هذا الأمر مضحك. قصة من مخيلة الكاتب، وهي لا تمت للواقع بأي صلة. فلو أجزنا ما أنتجه المخرج كلينت إيستوود وما كتبه جيسون، فلماذا لم يعرضوا لنا صورة جثة القناص العربي جوبا الذي قتل منهم ما يقرب من 700 جندي أمريكي؟
ولو تم ذلك لأصبح عيدا وطنيا يتفاخر به الأمريكيون ليذلوا به العرب. وأما الفيلم الآخر فهو فيلم The Wall من بطولة آرن جونسون وجون سينا. تدور قصة هذا الفيلم حول جنديين أمريكيين وهم آرن جونسون وجون سينا في مهمة قنص عسكرية في بغداد. يشاهد هذان الجنديان مجموعة من جثث جنود الأمريكان ثم يذهبان للتأكد إذا نجا أحدهم لينقذوه، فيقعان في فخ دبره أحد القناصين العراقيين وهو جوبا. وهنا تدور الأحداث المثيرة في الفيلم، ويبدأ جوبا بالتلاعب بهم ويحاصرهم خلف جدار قديم بعد أن أصابهم في أقدامهم للمتعة ودمر أجهزة الإرسال الخاصة بهم، ويحادثهم من خلف السور عبر جهاز إرسال لأحد القتلى ويقول لهم بالحرف الواحد: إذا تحرك أي عضو في جسدكم سيكون تحت رحمة بندقيتي. أنا أستمع جيدا لأنفاسكم التي تصرخ من الخوف. وفي صحراء شديدة الحرارة يصوب عليهم قنينة الماء الوحيدة ويطبق عليهم حصارا مشددا، فتأتيهم الرصاص من الشمال وترة من الشرق، فظنوا أنه جيش من القناصين. وعندما يتحدث معهم عبر الجهاز اللاسلكي يجدونه شخصا واحدا، حيث يستطيع التنقل في المواقع أسرع من ومضة العين، مما تسبب لهم برعب كبير. وفي خدعة أخرى أتاح لجون سينا وصديقه وسيلة تواصل عبر جهاز لاسلكي لأحد القتلى كي يطلبوا النجدة، والهدف كان جلب المزيد من الجنود الأمريكيين للموقع. وعندها نجح الأمر، وأتت مروحية محملة بالجنود الأمريكيين ليصعدوا إليها، وهنا يسقط جوبا المروحية بطلقة واحدة في أحد محركاتها ويقتل الجميع. وهنا كانت نهاية هذا الفيلم. في هذا الفيلم فقط أنصف جوبا بالقليل من حقه، وظل الأمريكان يتناقلون أسطورته وسيظلون كذلك حتى يأتي قناص أمهر منه لو قدر لهم أن يروا ذلك.